بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله شباب هنحل مع بعض، طلاب أولى ثانوي كتاكيتس الصغننين الحلوين دول، هنحل مع بعض بإذن الله أسئلة على الاستعارة. معرفش ليه بعمل طلاب أولى ثانوي كأنهم أولى ابتدائي، بس بحسهم كده بالنسبة لتالتة يعني صغيرين كده، بيصعبوا عليا والله، خارجين من إعدادي فاهم، بيخشوا فجأة كده في حاجات كتير. لكن المهم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده هنحل باذن الله اسئله على الاستعاره. لو حد فايته شرح درس الاستعاره اصلا يكتب على اليوتيوب شرح الالوان البيانيه فيديو واحد مستر محمد ماهر، فيديو جميل جدا يا جماعه، شرحنا فيه الاستعاره والتشبيه والكنايه والمجاز. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. طبعا ما تنساش تشترك في القناه عشان نقدر نوصل لكل طالب في مصر ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لنا والبحر كم سالته فتضاحكت امواجه من صوتي المتقطع. يعني البحر كم سألته، قعدت أسأله كتير فضحكت أمواجه. طبعا هنا يا جماعة سألته هنا استعارة مكنية. ليه استعارة مكنية؟ صورنا البحر كأنه إنسان تسأله، البحر مشبه والإنسان ده المشبه به، طب فين الإنسان؟ حذفناه، بس إن صفة من صفاته اللي هي إيه؟ اللي هي السؤال، فده اسمه الاستعارة المكنية. برضو عندنا جملة تضاحكت أمواجه، أمواجه ضحكت، هنا برضو استعارة مكنية. صورنا الأمواج هنا إنسان إيه؟ إنسان يضحك، فين الانسان يا مستر محمد؟ حذفناه، بس ابن صفه من صفاته اللي هي الضحك، فده اسمه الاستعاره المكنيه. اتنين بيقول لا يهدم الدهر مهما كان معوله شعبا تحصن بالاخلاق فامتنع. بيقول لك نوع الصوره في قوله يهدم الدهر، هو مين اللي بيهدم دايما؟ الانسان. فهنا صورنا الدهر كانه ايه؟ كانه انسان يهدم. برضه فين الانسان؟ فين المشبه به؟ حذفناه، بس ابن صفه من صفاته اللي هي الهدم، فده اسمه الاستعاره المكنية. تلاتة قال لك تسقيك من عينها أو من عينيها خمرا ومن يدها خمرا فما لك من سكرين من بدي. يعني من عينيك بتسقيك خمرة ومن إيديها برضو بتسقيك خمرة، فأنت لازم هتسكر معاها يعني. فطبعا عينيها بتسقيك خمرة، ركز معايا، هل عينيها بتطلع خمرة بجد؟ لا، هو أي حد بيحب البنت يعني معينة فيقول لك عينيها حلوة قوي، قصده بعينيها حلوة إيه؟ عينيها بتسحرك، نظرتها جميلة يعني. فهنا قصده عينيها بتطلع خمرة يا جماعة، هو قصده النظرة بتاعتها جميلة، العين بتطلع نظرات، نظرة حلوة. فهنا صورنا ايه؟ صورنا النظرة، صورنا النظرة كأنها ايه؟ كأنها خمر. طبعا النظرة ده المشبه والخمر ده المشبه بيه. هنا حذفنا مين يا جماعة؟ حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه بيه، ده اسمه الاستعارة التصريحية. فالإجابة الصح كلمة خمرة تبقى استعارة ايه؟ استعارة تصريحية. يا فتية النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر. بقول لك كل التعبيرات التالية تمثل استعارة مكنية ما عدا يعني واحدة من دول يا جماعة مش استعارة مكنية. طيب الشرق منتظر طبعا دي استعارة مكنية، صورنا الشرق كأنه إنسان ينتظر. مصر ناظرة، صورنا مصر كأنه إنسان ينظر. النيل مستمع، صورنا النيل كأنه إنسان يستمع. انما فتية النيل، يعني ايه فتية النيل؟ على شباب النيل. هنا اصلا دي تعبير حقيقي، شباب النيل، الشباب بتوع النيل. دي جملة عادية طبعا، دي مش استعارة ولا اي لون بياني، طبعا دي الاجابة الصح. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اية مشهورة طبعا يا جماعة. ربنا قال ايه؟ اعتصموا بحبل الله، لازم كلنا نتمسك بحبل ربنا. طيب ركز معايا، هل ربنا يا جماعة منزل من السماء حبل جاي كلنا ماسكين فيه؟ لا، ربنا منزل ايه من السماء؟ منزل وحي، منزل دين. فهنا صورنا الدين كأنه ايه؟ كأنه حبل. الدين كأنه حبل. طبعا الدين ده مشبه والحبل ده المشبه به. هنا عملنا ايه يا جماعه؟ حذفنا طبعا المشبه وصرحنا بالمشبه به، ده اسمه الاستعاره التصريحيه. فالاجابه الصح تبقى استعاره ايه؟ استعاره تصريحيه. طبعا سر جمالها ايه؟ الدين حاجه معنويه والحبل حاجه ماديه، لما نصور معنوي بمادي سر الجمال بيكون التجسيم. طبعا بفكركم تاني يا جماعه، لو في اي حد ضعيف في البلاغه يبعت لنا على رقم الواتساب اللي ظاهر عندك على الشاشه
ويقول لنا عايز اشترك في كورس ايه، كورس البلاغه والنصوص. عاملين كورس يا جماعه بلاغه ونصوص جميل جدا، وسعره مش غالي، سعره رمزي جدا، ويفضل معاك طول السنه تتفرج عليه زي ما تحب 300 الف مره، اتفرج عليه براحتك. شرحنا فيه يا جماعه النصوص كلها والبلاغه من الصفر لحد الاحتراف، وهينفعك حتى في ثالثه ثانوي، في اولى وثانيه وثالثه ثانوي. شرحنا فيه كل المنهج. لو حابب تشترك معانا ممكن تبع لنا على رقم ايه، على رقم الواتساب اللي ظهر عندك على الشاشه. قال الشاعر مخاطبا مصر، بيقول: وقف الشباب في داء محراب الحمى وتجمع الاشبال بين يديك. يعني الشباب كله وقف عشان يحامي عنك، يعني يحميك. وتجمع الاشبال بين يديك، الاشبال جمع شبل، الشبل اللي هو ابن الاسد. طب هل ابناء مصر واقفين كده وجمعوا معاهم اشبال صغيره؟ لا، هو المقصود بالاشبال ايه يا جماعه؟ لما اقول لك مثلا المعركه بتاعتنا الاشبال ادوا فيها كويس، هل الاشبال المقصود بيها الاسود؟ لا، انا قصدي بيها المجاهدين او المحاربين. فين الشخص الجندي؟ صورة الجندي يعني، او المحارب او المجاهد، صورته كانه ايه يا جماعه؟ صورة الجندي كانه شبل. طبعا الشبل اللي هو ايه؟ اللي هو ابن الاسد. فطبعا الجندي ده المشبه، والشبل ده المشبه بيه، حذفنا المشبه، صرحنا بالمشبه بيه. ده اسمه الاستعاره. ايه الاستعاره؟ التصريحيه. فالاجابه الصح الاستعاره التصريحيه، هتبقى طبعا تجمع الاشبال. بعد كده سأحمل روحي على راحتي، هشيل روحي على ايدي. هنا صورنا الروح كانها ايه؟ كانها شيء مادي بتشيله في ايدك. فطبعا الروح ده المشبه، والشيء المادي ده المشبه بيه. لما نحذف المشبه بيه بس بنسيب صفه من صفاته، ده اسمه الاستعاره المكنيه. بعد كده وابتسامات المنى رفت على ثغر تاريخ عريق منجب. كل التراكيب التاليه تمثل استعاره مكنيه ما عدا واحده من دول، يعني مش استعاره مكنيه. طيب ابتسامات المنى، صورت المنى كأنه إنسان يبتسم، يبقى دي استعارة مكنية. ثغر التاريخ، الثغر يا جماعة اللي هو الفم، صورنا تاريخ إنه إنسان عنده بق، عنده فم، استعارة مكنية. تاريخ منجب، صورنا تاريخ إنه إنسان ينجب، بيخلف عيال يعني، برضه استعارة مكنية. إنما جيم تاريخ عريق، هل صورنا التاريخ بإنه إنسان عريق؟ لا، مفيش إنسان ولا حاجة. هو تاريخ عريق معناه إيه؟ معناه تاريخ قديم، ده تعبير حقيقي. يبقى طبعا جيم هي الإجابة. إيه الإجابة الصح؟ تسعى بقولك تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ما تصلي على النبي وفوق كده، أنا عارف إن في ناس نايمة دلوقتي بيتفرجوا على الفيديو، قوم اقعد كده وتعدل واصحى معايا ماشي، وركز كوباية شاي كده وفوق وصلي على النبي. تصلي بقولك تأبى الرماح، لما شخص يأبى يعني إيه؟ لا مثلا تقول لبابا: بابا أنا عايز 50 جنيه. ليه؟ عايز أجيب فطيرة كده وكيس شيبسي وأعمل غدي فيأبى. يأبى يعني يرفض يعني يأبى. فهنا تأبى الرياح الرماح، يعني ترفض الرماح. فهنا صورنا الرمح كأنه إنسان إيه؟ كأنه إنسان يرفض. في الإنسان حذفناه بس إنه صفة من صفاته اللي هو إيه؟ يأبى. فطبعا ده اسمه الاستعارة المكنية. لما نحذف المشبه به زي ما اتفقنا نسيب صفة من صفاته، ده اسمه استعارة مكنية. ما أجمل النيل والأمواج راقصة، برضه صورنا الأمواج كأنها بنت بترقص. فين البنت؟ حذفناها بس إنه صفة من صفاتها اللي هي الرقص، اسمه الاستعارة المكنية. طبعا لما نصور اي حاجة ببنت او ولد، يعني نصور اي حاجة بانسان، على طول بنختار صيغة جمال التشخيص. جيشه الباسل داوى جرحه. الباسل يعني الباسل يعني القوي. فبقول لك الجيش القوي كان بيداوي الجراح. طبعا يا جماعة هو مين بيعمل مداواة للجراح؟ مين اللي بيشفي الجراح او بيعالج الجراح؟ الطبيب. فهنا صورنا الجيش كانه ايه؟ صورنا الجيش طبعا ده المشبه، صورناه كانه طبيب. ده المشبه بيه. ففيه مشبه بيه حذفناه مش موجود، لكن سيبنا صفة من صفاته اللي هو داوى أو عالجة يعني، طبعا اسمه استعارة مكنية. لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني. يعني مصر لو ما كانتش بلدي كنت هغرس بين التراب بتاعها، كنت هغرس ايه؟ هغرس الوجدان بتاعي، الوجدان يعني المشاعر. فهنا صورنا ايه يا جماعة؟ هو ايه اللي بنغرسه في الأرض وبيطلع زرعة بعد كده؟ البذرة في الأرض، بنجيب البذور ونغرسها في الأرض. فين صورنا الوجدان كانه زرعه بتغرسها او كانه بذره تغرسها؟ فين البذره؟ حذفناه بس انه صفه من صفات اللي هي الغرس، فده اسمه الاستعاره المكنيه. طبعا سر جمال التجسيم، صورنا الوجدان حاجه معنويه ببذره حاجه ماديه. قد خلفتني طريحا وهي قائله تاملوا كيف فعل الظبي بالاسد. يعني حبيبتي بيقول، يعني هو بيتكلم عن حبيبته، فبيقول ايه؟ بيقول هي سابتني مرمي على الارض طريحا، يعني مرمي على الارض. وهي كانت بتقول ايه؟ بتقول بصوا كيف فعل الظبي بالاسد. يعني بصوا الظبي او الغزاله بتعمل ايه بالاسد. طب هل هي بجد كانت بتتكلم عن ظبي واسد؟ لا، بتتكلم عن نفسها.
هي غزالة يعني. فالبنت يعني هو صور ايه، صور البنت كأنها ايه، صور البنت كأنها ظبي، والظبي اللي هو ايه، اللي هو الغزالة المقصود بيها يعني. فطبعا ده المشبه وده المشبه بيه. حذفنا مين هنا؟ حذفنا المشبه، صرحنا بالمشبه بيه. ده اسمه الاستعارة ايه يا جماعة؟ اسمه الاستعارة التصريحي. بعد كده شاكن إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء. طبعا يجيبني، صورنا البحر كأنه إنسان بيجيب. طبعا أي حاجة نصورها بإنسان يبقى سيدي جمالها التشخيص. بعد كده إن من يعشق أسباب العلا يطرح الإحجام عنه والحذر. يطرح يعني يلقي، عارف لما تيجي تطرح حاجة عن إيدك يعني بترميها من إيدك، تقذفها من إيدك كده. والإحجام المقصود بها الخوف يا جماعة، عارفين شخص مقدم يعني عنده شجاعة، شخص محجم يعني جبان بيرجع بيخاف. فهنا يطرح الإحجام، صورنا إيه؟ صورنا الخوف كأنه شيء مادي بترميه. فطبعا الإحجام ده المشبه، وحذفنا المشبه به اللي هو الشيء المادي، بس إنه صفة من الصفات اللي يطرح، فده اسمه إيه؟ اسمه الاستعارة المكنية. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة. بيقول لك هنا نوع الصورة في الشطر التاني، يعني بيقول لك الشباب بتاعنا الليالي ما كسرتهوش، والحمد لله عمره ما سلم للخصم أو العدو، يعني عمره ما سلم له إيه، العرين. العرين ده هو بيت الأسد. طب ركز معايا، هل الشباب ما سلمش الوطن يعني لبيت للعدو؟ أيوه، هو الشباب ما سلمش الوطن للعدو. أمال إيه العرين ده يا مستر؟ العرين ده اللي هو بيت الأسد. ما هو المقصود هنا بيت الأسد يا جماعة الوطن. لما أقول دلوقتي إحنا رجال إحنا أسود، وعمرنا ما سلمنا العرين بتاعنا لبلد تانية، هل هو قصده بيت أسد بجد؟ لا، قصده إيه؟ قصده الوطن. نفس الكلام، فهنا صورنا إيه؟ صورنا الوطن. اكتب عندك صورنا الوطن كأنه إيه؟ كأنه عرين، اللي هو بيت إيه؟ بيت الأسد. طبعا ده المشبه وده المشبه بيه. حذفنا مين؟ حذفنا الوطن اللي هو مشبه، وصرحنا بالمشبه بيه. فالاسم الاستعارة ايه؟ الاستعارة التصريحية. فالإجابة الصح الاستعارة التصريحية. أشتري الأحلام في سوق المنى، أبيع العمر في سوق الهموم. واحد بيشتري الأحلام، ها اصحى معايا، بيشتري الأحلام، صورنا الأحلام كأنها شيء مادي بتشتريه. فين الشيء المادي؟ حذفناه، بس إنه صفة من صفاته اللي هي يشتري، فده اسمه استعارة مكنية. إنما الدنيا كبحر مائج من تحدى موجه العالي وصل. واحد من دول يعتبر استعارة مكنية. طبعا الدنيا كبحر، هنا في طبعا الكاف أداة تشبيه، فده عبارة عن تشبيه. وهنا بحر مائج طبعا ده المشبه به، مش هينفع. وصل دي جملة عادية، اللي بيتحدى بيوصل. إنما تحدى موجه، لو ركزت معايا بيتحدى الأمواج. هل أنت بتتحدى الأمواج في الطبيعة؟ لا، أنت في الطبيعة بتتحدى مين؟ تتحدى نفسك، تتحدى زميلك، تتحدى صاحبك. فهنا صورنا الموج كأنه إنسان بتتحدى. في الإنسان حذفناها، بس صفة من صفاته اللي هي التحدي، فده اسمه الاستعارة المكنية. الشاعر كان بيتكلم على الحلاق، فبيقول لك ايه؟ إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم. أول لما تلاقي البرق بيرمع في إيده اعرف إن أنت إيه؟ النعيم هيبقى في وشك. المقصود بإيه يا جماعة؟ إيه البرق اللي في إيده ده؟ هو إيه اللي الحلاق بيمسكه في إيده وبيلمع؟ الموس. الموس أو الشفرة يعني بيمسكها في إيده فبتلمع. هو ده المقصود يا جماعه، هو قال لك بتكلم على الحلاق، فالبرق هنا المقصود بيه الشفره. فين صورنا الشفره بتاعت الحلاقه؟ طبعا جيليت بقى ولا ايا كان الشفره ايه، هي شفره كانها ايه، شفره كانها برق. طبعا ده المشبه وده المشبه بيه. حذفنا مين؟ حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه بيه، ده اسمه الاستعاره التصريحيه. سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرق. هنا يجمع الدهر، صورنا الدهر أو الزمن كأنه إنسان يجمع. أي حاجة تصورها بإنسان سر جمال التشخيص. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا جناح الذل هو إيه اللي بيكون عنده جناح يا جماعة؟ العصفورة مثلا، ده هو الطائر. فين صورنا الذل كأنه إيه؟ كأنه طائر لديه جناح. فين الطائر؟ حذفناه، بس إنه صفة من صفاته اللي هو الجناح، فده اسمه استعارة مكنية. الشاعر محمد ابراهيم كان بيتكلم عن الجبناء، فبيقول الارانب قاعده بتاكل طعامها بالجبن. الارانب ان هم مين؟ هم الناس الجبانه. فين صورنا ايه؟ صورنا الجبان. اكتب معايا هنا، صورنا الجبان كانه ايه؟ كانه ارنب. حذفنا الجبان اللي هو المشبه، وصرحنا بالمشبه بيه اللي هو الارنب، ده اسمه الاستعاره التصريحيه. نفس الكلام هنا، الاسود ثغور الوطن. هل الاسود هي اللي بتحمي الوطن يا جماعه؟ لا، الجنود. فهنا صورنا الجنود برضو كأنهم أسود، استعارة تصريحية.
النسور نزلت وقتلت الأعداء، هل النسور بجد نزلت؟ لا، الطيارات اللي نزلت نفس الكلام، صورنا الطائرات كأنها نسور، استعراضات تسريحية. حافظ ابراهيم كان بيمدح شوقي هنا، بيقول اهلا بشمس المشرقين، الشمس طلعت علينا، هو قصده احمد شوقي، فصورنا برضو احمد شوقي كأنه شمس، ده برضو استعراضات تسريحية. طبعا يا جماعه لما يجي لك سؤال مقالي كده بتقول استعاره تصريحيه حيث صور مثلا الجنود كانهم اسود، ويكتب سر الجمال طبعا توضيح او تشخيص او تجسيم ايا كان، وبعدها نكتب يوحي بايه، يعني اكتب مثلا ويوحي بقوه الجنود، ويوحي ببساله الجنود، وهكذا، لازم تكتب يوحي ايه، يوحي بايه. وبكده كنت خلصنا فيديو النهارده، ما تنساش تبعته لكل اصحابك عشان نقدر نوصل لكل طالب في مصر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.